إذن مشاهدينا، حادثة سير خطيرة اللي وقعت في الدخلة ديال عين حرودة، واحد الرموك اللي دخل في أربعة ديال السيارات. معنا مور رموك بعدا، عاد نكملوا معكم باقي المعطيات. السلام عليكم، شرح لينا خويا اش وقع. خويا أنا ضبنتي سقيف ديالي، جاي داير مع الدورة، خرجوا لي واحد الجوج راكبين على موطور بجاج، تم قاصد ليا الرويدة براكيت هربت عليه، كادر طالونا وهي تهز. هربتي على ذوك مول الدراجة؟ خويا هذوك مول الماطر شغنقول لك ليلة. هادشي اللي كاين ديما كدوز من الطريق هادي؟ وا ديما 16 عام وانا كنصور اول مرة ما خلينا طلوع. دابا انت كنتي جاي؟ دابا كنتي جاي؟ انا جاي طالع من الموطور وانت كيف درت؟ يلاه ست شوية ويخرج لي موطور هربت عليه. دابا انت حاول الموطور مشى موقع لي والو الموطور؟ هرب ورا براش مع براش راه هرب. واش ندير؟ انت حاولتي تتفاداهم، صدقتي في مشكل كبر منك. الحمد لله اللهم لك. دابا الخير الانسان ملي ما تجيش عارف الصحه ديالك اودي ما شاء الله. دابا الخسائر اللي عندكم، واش هاد الشاحنه دابا هاد شي سلعه ولا شي حاجه؟ لا خاوي الحمد لله. انا خاوي كنت مشارجي ما غاديش طيح على الموقع. اذا مشاهدينا الان غادي نوريوكم هنا كاين واحد الخطوره ما غاديش نقدروا نقربوا لانه الرموك يقدر يعاود يتقلب في اي لحظه. غادي نحاولوا نبعدوا. اذا اربعه ديال السيارات هاد اللي دخل فيهم هاد الرموك هذا، والسبب كان واحد صاحب دراجه ناريه هو اللي كان السبب في هاد الشيء كامل. هانتوما كتشوفوا الاضرار ديال السيارات، شوفوا اشنو اللي وقع ليها. إذن حادثة خطيرة جدا هنا بالمدخل ديال جماعة عين حرودة نواحي الدار البيضاء والمحمدية. رموك دخل في أربعة ديال السيارات، الحمد لله حتى شي واحد ما وقعت له شي حاجة، ولكن هناك خسائر مادية كبيرة. واللي كاين دابا هو أن الطريق تحبسات، وهذه طريق هامة واستراتيجية. حضور قوي ديال رجال الدرك الملكي مشكورين على العمل ديالهم. لا انا عندي غير واحد شكون كاين؟ انتما كما كتشوفوا، اذا حنا على مستوى كما كتشوفوا بسرعه على مستوى المدخل ديال جماعه عين حروده نواحي الدار البيضاء والمحمديه. اذا هانتوما كتشوفوا الخسائر ديال السيارات، سيرت يعني عندها خسائر من اربعه ديال الجهات، من اربعه ديال الجهات. هانتوما كما كتشوفوا بالصوره الاضرار ديال هاد السياره هادي. اذا غادي نوريكم هذا الحدث هذا من زاويه اخرى. بقاو معنا في البث المباشر اللي كنقول لكم مباشره من جماعه عين حروده التابعه لعماله المحمديه نواحي الدار البيضاء. رموك اللي كان خارج باش نوضعكم في الصوره كان جاي غالبا من مدينه من المحمديه او من الشلالات، تم داخل من هنايا، فاذا به صاحب واحد الدراجه مول الموتور كما قال غير داري ما عندهم عقل، جاو قدامه وداروا شي حركه هي اللي تثبت فهاد الرموك انه يتقلب بهاد الشكل، يزلق بهاد الشكل هذا وضرب اربعه ديال السيارات. اذا مشاهدينا انتم دائما في البث المباشر اللي كنقول لك، اذا طريق تحبسات كما كتشوفوا بالصوره، ولا واحد المشكل هنايا ديال الطريق. اذا المشاهدين هذا كما كتشوفوا بالصوره، قبل قليل راه كنتكلم معنا صاحب هذا الرموك هذا في نهايه اللايف، باستطاعتكم انكم ترجعوا تشوفوه وتشوفوا تصريحات اخرى في هذا البث المباشر اللي كنقوله لكم مباشره من عين حروده نواحي الدار البيضاء والمحمدية. انتم كتشوفوا الخسائر ديال هاد الطريق. صعيبة هادي يا شريف، صعيبة صعيبة هادي، صعيبة هادي. شحال من مرة كتشوف انت من المنطقة هنا، شحال من حادثة سير اللي كتشوفها ديما في هاد القنطرة هادي؟ دائما تيوقع فيها سميتو، تيوقع فيها المصيبة. ايه
هذا الحمد لله ما مات شي واحد اليوم الحمد لله حتى واحد ما هذا هو المهم الحديد راه يتعوض ايه الحمد لله الحديد يتعوض الحمد لله بقاو معنا في هذا البث المباشر اللي كنقلوه لكم مباشره خويا شوف وقتي شحال السلام عليكم عرفت اذا نتوما كما كتشوفوا الخسائر الحمد لله كاين خسائر ماديه بالنسبه لهاد اصحاب السيارات ودي كاينه سياره اخرى حتى هي اللي وقع اللي عندها علاقه بهاد الحادثه راه هي القدام كما كتشوفوا بالصوره هي هذه بلاتي خويا بلاتي عندك طيح هاد السياره هذه حتى هي انتم ما كتشوفوا حسيت غادي نطيح في واحد البلاصه خطيره هنايا شد ليا بلاتي شد ليا ما تفدعت واقيلا ولكن انا نكمل الحديث هكاك شد ليا الكاميرا شد ليا الكاميرا شد ليا هكا شي واحد كنت غادي نطيح ونتقلب في هاد البلاصه هادي الحمد لله هاد البلاصه ما عرفتش مالها اليوم سي راه كنحس بيدي تفدعات انا نوريكم اعطيني هذا باش ماشي اذا المشاهدين بقاو معنا في البث المباشر خويا السلام عليكم ما وقع لك والو انت بعدا ما انت تا عندك علاقه بنا ما شفناش شي فور اه شي فور واقع معاك اه استر الله الامور اخويا اي تكلمني اخويا على هذا استر الله الامور يعني ما شاء الله هكا شديها اجي خويا على السلامة ديالك بعدا اولا السلامة لا انا ما لا انت موقع انت عام مواطن الحمد لله شوف ملي يستر الله هاد الناس راه مزيان فهمتي هادشي اللي كاين هو هذا فهمتي راه رموك ماشي مشاكل 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 يعني مشاكل فهمتي مشاكل داكشي ما استرهم الله استرهم الله ديما فيها الحوادث تصير والمهم شوف يعني راه من جميع ما يكون طرقان مخلطه فهمتي يعني ما شاء الله طرقان في بلادنا بداو كيتصايبوا شويه ولكن خاصها تعطى اهميه لهذا الطريق هذه لان المنطقه كبرت عليها الضغط بزاف عليها الضغط بزاف الناس كيمشيو للشلالات للدار البيضاء المحمديه الرباط خاصها تصايبوا بزاف وري 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 ورينا هنايا الدار اللي عنده اذا انتم كتشوفوا هذا رسول الله بعدا هذا راه شويه هذا بعدا راه شويه الحمد لله ولكن كاينه هنا شي حاجه نشوفوا سير سير بلا ما تصور شوف اذا انت هوندا باقا جديده هوندا كبيره باقا جديده انتم كتشوفوا اشنو اللي وقع عليها الحمد لله الحديث صعيب الحديث صعيب واخا تاخذ الاحتياطات ديالك حتى كتعيا عطيني نمشي انا صافي كمل هذاك الشيء ديالك اذا المشاهدين بقاو معنا في البث المباشر المشاهدين اللي انضموا لنا في المشاهده هانتوما كما كتشوفوا بعض القطع الغيار القطع ديال الهوندا هانتوما كما كتشوفوا بالصوره الحمد لله ما وقع حتى شي حاجه اذا مشاهدينا حادثه سير خطيره اللي وقعت بالمدخل ديال عين حروده نواحي الدار البيضاء والمحمديه هذا الرموك هذا اللي بغى يهرب على واحد مول الموتور في جوج ديال الدراري فائده به اللي عملوا شي حركه يعني ماشي هي هذيك غير قانونيه اصلا بغى يخوي عليهم وصدق ضرب اربعه ديال السيارات من بينهم هذيك الهوندا اللي كتشوفوا تماك هوندا كبيره وباقا جديده وقعت لها اضرار الحركه ديال السير طريق هاد الطريق هادي كما كتعرفوا طريق استراتيجيه وطريق هامه دابا راها مقطوعه الا بعض المطر اللي كيدوزوا بواحد الصعوبه كما كتشوفوا بالصوره نوريكم بعد اذا نوريكم بعض الاضرار ديال السيارات هانتوما كما كتشوفوا بحال هاد السياره هذه تقريبا عندها اضرار من اربعه ديال الجهات كان الله في عون صاحب السياره ولكن بطبيعه الحال كاين تامين
إذا المشاهدين اللي انضموا لنا في المشاهدة كانت تواجدوا بجماعة عين حرودة التابعة لعمالة المحمدية نواحي الدار البيضاء. الدرموك هذا اللي خرج من لوطوروت بغى يدور بغى يمشي ياخذ الاتجاه ديال الشلالات، تصادف بواحد مول الموتور اللي دار حركة غير قانونية، بغى يخوي عليه وصدق ضرب هاد داخل فهاد السيارات هادو، أربعة ديال السيارات كاين، جوج من هنا جوج هادو جوج من اللور، و هاد الهوندا هاد إذا نكتفيو. إذا كنتمناو أن الواحد ياخذ الحيطة والحذر دائما، ديما الحيطة والحذر ضرورية. بخير لاباس الحمد لله كلشي مزيان. هادشي ما الطريق هذه خاصها توسع شويه صراحه، وهي الطريق خاصها توسع نورمالمون، راه الطريق دابا هي محبوسه، دابا الطريق دابا محبوسه استراتيجيه. استراتيجيه الحمد لله الموقع تمام. هذا هو الحمد لله بين الشلالات الطريق، الطريق هي نقطه الوصل، ولا الطريق الرئيسي. لا كملي وكنتمنوا من السائقين يحتاطوا، لان بنادم هكا باش بنادم يضحي بحال دابا ناس غاديين بطوموبيلاتهم يقدوا ما يرجعوش عند وليداتهم، عاوتاني حتى السائق ما نقدوش نعطيوه لهم، كيقول بانه مول الموتور هو فوالا، كانوا جوج ديال الماطر قال لك ما غتقدرش تعطي اللوم لشي حد، ولكن الندم ديما يحتاط. لا دائما الندم يحتاط. حشومه. والحمد لله اللي ما كاينينش الصراحه واقفين ورا، ديجا كاينه واحد الاكسيدون هنا لتحت في الرونبوان. الحمد لله اللي ما كاينينش اضرار ديال يعني حتى واحد ما مبليسي، هادشي راه يتعوض، ولكن الندم ديما يحتاط وصافي. هادشي اللي غنقولو. شكرا. اش غتقول لصحاب المطر؟ الله يهديهم. هادشي اللي غنقول. الله يهديهم. والكرام ماشي كلشي عاوتاني، راه كاينين شي صحاب المطر راهم متزينين، واخا دراري صغار كيكونوا متزينين، ولكن كاينين شي وحدين العافيه الزرقاء نقولها بزاف. اوكي هذه عندك كلمه العافيه الزرقاء، هذه مركز كاين اللي شاري الموتور على خزيت، على يخزيت، كون صابي حيد الماتريكين ويسموه موتور يخزيت، هذاك الشيء اللي كاين. ونتمنوا الله يهديهم وكاع السائقين خاصهم يردوا البال، هذاك الشيء اللي كاين ديما يا والشاحن وديما ديما الشاحنه الكبرى، ديما الشاحنه الكبيره نتجنبها ونعطيها الامتار ديالها كيف ما كانت. دابا بعد المرات راه واخا وزن ثقيل ولا شي حاجه خاصها، دابا بعد المرات راه واخا تاخذ الاحتياط ديالك راه حتى كتجيك الدقه ما تعرفها كيفاش، ما تعرفها منين جات. راه ستر الله وصافي، هذاك الشيء وقل لا يصيبنا الا ما كتبه الله. هذاك الشيء اللي كاين. إذا مشاهدينا نكتفي بهذا القدر هذا من هذا البث المباشر لدى الحادثة السير الخطيرة. قبيلة راك تغنز لك هنا راه تشوفها في الله، نحاول ناخذ الحسيات ديالي. إذا هانتوما كما كتشوفوا إذا هانتم شوفوا هول هاد الكارثة، هاد الاكسيدون الحادثة السير الخطيرة بمدخل أو مخرج عفوا مدخل ومخرج عين حرودة من الجهة الغربية. إذا هي هذه الجماعة. إذا مشاهدينا نكتفي بهاد البث المباشر، وراه بلغونا على أنه راه كاينة واحد حادثة السير ما بعيداش على هنا غير بشي 400 متر، احنا غادي نمشيو ليها دابا وغادي ننقلوها لكم بالبث المباشر. والمشاهدين اللي انضموا لنا في المشاهدة لأول مرة بطبيعة الحال انضموا للصفحة باش دائما يشوفوا الجديد على صعيد عدد كبير من المدن المغربية في كل المجالات الرياضية والثقافية والسياسية، وأيضا بحال الكوارث هذه اللي ما كنبغيوش نبينوها، ولكن بعض المرات حنا كنبغيو نبينوها باش كتكون قدوة لبعض السائقين أنهم دائما ياخذوا الاحتياطات ديالهم ويردوا البال. إذا بعد قليل غادي نتلاقاو معكم في حادثة سير أخرى من هنا واحد 10 دقائق تقريبا، إلى اللقاء.